على قدر الجهود المبذولة يأتي العطاء هدفا جعله مكتب الشباب والرياضة نصب عيني. فالإنجازات التي حققها الشباب في بطولة المحبة والسلام أعاد لمحافظة لحج أمجادها الرياضية من جديد، لتبقى رغم صعبا في معادلة الرياضة على مستوى المحافظة المحررة. كرم اليوم أولئك الأبطال الذي حققوا العديد من الميداليات في بطولة المحبة والسلام لعام 2018-2019، وكان هذا التكريم بمثابة تتويج لما حققه أولئك الأبطال من ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. ونحن اليوم بهذا التكريم نوصل رسالة إلى بقية الشباب لكي يحذو حذو إخوانهم، ونحن في مكتب الشباب والرياضة جئنا لخدمة أولئك الشباب. 78 لاعبا تم تكريمهم، وذلك بعد إحرازهم عشرات الميداليات الذهبية والبرونزية لستة ألعاب مشاركة في البطولة. التكريم يمنح اللاعبين والمدربين دفعة معنوية نحو بذل المزيد من العطاء ورفع راية الانتصارات، ليس على المستوى المحلي بل والإقليمي والدولي في الشأن الرياضي. تكريم الأبطال في بطولة المحبة والسلام في هذا شيء كبير جدا وإنجاز لا يستهان به، وهذه من 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 الأشياء التي تساعد وتنمي المواهب الأخرى، ملاعب أخرى في كافة الألعاب للوصول لهذه المرحلة وهي مرحلة التتويج. بتكون هناك في فعاليات وبرامج من قبل مكتب الشباب والرياضة، وهذا التكريم بيساعدهم على أن نكون على مستوى الجمهورية، وإنما نطمح على مستوى الوطن العربي مشاركات خارجية. وهذا نوع من أنواع الحافز المعنوي المادي الذي يجعل من هذول الشباب أن يكونوا قدوة ويتحمل المسؤولية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات. تأتي هذه الانتصارات في ظل بنية تحتية مدمرة ومنشآت رياضية من الصعوبة بمكان، إقامة أنشطة رياضية وتدريبية تمكن اللاعبين من الاستعداد لخوض غمار المنافسة القادمة والتي من الممكن أن تنطلق خلال العام الحالي. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.